اللي ماخذ الصور هي التصوير او الفن اسمه فن. خلص نزلها صورتها. وين نحن نشوف الوالد؟ لا شحكت المتحف. وين فادي روح؟ نشوف تروح وين رحنا تحكي هاي الطريقة. ومدرستنا مهددة بالهدم. واليهود بدهم يهدوا عشان بدهم يبنوا شارع عشان يمرقوا على المستوطنات بدهم يكبروا المستوطنات. إذا هدوها احنا ما نقدرش نروح كل يوم معاناتها لأن اليهود يضربوا علينا وندعس لأنه مش خبرين حدا غاد. إذا هدوها راح نقعد قدام المدرسة على الأرض ندرس. أنا بدي أصير معلمة ولما أرجع لما أكبر وأصير معلمة راح أدرس هون في المدرسة هاي إن شاء الله. عشان مدرستنا فيش اليهود مش راضيين يدخلوا معلمين كثير فيها. وإذا شافوا يعني في معلمين كثير من بعيد يجوا راح يسووا حواجز عشان يجوا وأنا راح أكون قريب وأدرس فيها. إذا هدموا هاي المدرسة لا سمح الله راح نظلنا قاعدين فيها، ولو ما فيش أي في أو إشي بنظل قاعدين فيها. خرج قرار ب 2010 بقرار هدم. في لحظة خروج القرار كانت زيارة لفاليري آموس مديرة أوتشا بالعالم، فشكلنا لها عن وشرحنا لها عن وضعنا في المدرسة اللي انت زورناك إياها فيها على أوامر هدم. فكان فيها معها غداء عمل مع يهود براك كان وزير الدفاع الإسرائيلي، فوعدها أنه لا يتم لا تغلق المدرسة هاي ولا تهدم إلا حين يجد بديل. لكن المجلس المستوطنات بالضفة الغربية رفع قضايا على الحكومة الإسرائيلية لماذا لم يفعل في قرار الهدم. ففي القرار الأخير هو انه نتنياهو رد الدولة على المستوطنين انه السنة هاي سيتم اغلاق المدرسة وهدمها. نحن ما في عنا في البيت لا كرسي ولا طاولة، يعني بنقعد على الارض بناكل على الارض بننام على الارض، ما في عنا هاي المقومات المتطورة. فنحن عنا جاهزين احنا نقعد على عنقاد هاي المدرسة وندق خشب من هون خشب من هون ونحطه للمدرسة والمدرسة تشرح على اللوحة واحنا قاعدين على الارض عادي شيء، ولن نذهب من هنا الا لاي مدرسة اخرى. ومديري البنطريات الأوروبية المفارقة بالأمر بأن إسرائيل أرادت أن تعتدي على حق الفلسطيني في البقاء والحياة والهوية والمدرسة والتعليم، وحركت جرافاتها وقرارات هدمها وكل أسطولها العسكري لتهدم مدارسنا. ونحن قررنا الرد في الميدان بعودة الحياة المدرسية استثناء في هذه المدرسة حتى نقول للاحتلال كل جرافات الأرض لن تثني إرادة الشعب الفلسطيني في البقاء، واستمرارنا هنا هو دليل بقاء الهوية الفلسطينية. وبالتالي على ركام هذه المدرسة إن هدمت لا سمح الله أو غيرها من المدارس سنبقى بإذن الله وستبقى الهوية الفلسطينية.